نروح لتقرير عن رأي الجماهير المصرية في هذه المواجهة، مواجهة ريال مدريد وليفربول، وأيضا نروح كمان نسمع رأيهم في اللي هيقدمه صلاح في هذه المواجهة، ونرجع نكمل مع حضراتكم. توقع مباراة ليفربول وريال مدريد، فوز ليفربول 2-0، محمد صلاح وديو جوتا. اتوقع ان هو يعني هو هيبقى ماتش صعب، هيبقى ماتش مقفول جدا، بس ان شاء الله ليفربول هيكسب، وهيكسب 1-0 2-0 ان شاء الله، وصلاح هيسجل هدف ان شاء الله. هو يعني ليفربول تقيل او صلاح يعني لازم نشجعه ابن بلدي بس يعني ريال قويه وهي يعني الموسم ده بتاعها، بس لا ان شاء الله ليفربول هتكسب وصلاح اكيد هيسجل ان شاء الله، راجعه قويه ان شاء الله لابو صلاح. انا مدريدي بس ان شاء الله صلاح يكسب، هو مصدر امل لينا كلنا كشباب، الواحد فرحان ان واحد مصري وصل للمرحله دي، ان شاء الله عز وجل يبقى ماتش احلى من النهائي اللي هو كان من 3 سنين، فان شاء الله صلاح يكسب، وان شاء الله هو يكون السبب الرئيسي في فوز ليفربول دوري اوروبا باذن الله. هو صلاح دايما بصراحه حظه بيبقى وحش مع الريال شويتين، يعني مثلا لعب الريال 3 مرات قبل كده او 5 مرات مع روما وخسر ذهاب واياب، وفي نهائي دوري ابطال 2018 وخسر، وفي نهائي والسنه اللي فاتت خسر في ربع النهائي. ربنا يوفقه طبعا في العموم، بس انا بشجع ريال مدريد يعني، فاتمنى كل الحظ لريال مدريد. اتوقع 3-1 ان شاء الله ليفربول، لان طبعا ريال مدريد انشيلوتي هيبدا في الاول دفاع مش هيعرف يهاجم، وبالنسبه للشوط الثاني طبعا هيبدا بقى يهاجم وشغل الريمونتادا اللي انت اللي حصل قدامنا في السيتي، بس ان شاء الله اتوقع 3-1 ليفربول، ماني وصلاح جونيور.